صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. امبارح كل اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره كان بيتابع ماتش ليفربول امبارح، وده كله عشان يساند محمد صلاح. صحيح ليفربول كان وليه جماهيريه كبيره جدا، لكن كان الهدف هو دعم محمد صلاح في المباراه الاخيره والحاسمه في الدوري الانجليزي. رغم ان اللقب ما كانش من نصيب ليفربول، لكن كلنا كنا فرحانين بتتويج محمد صلاح بجائزتين امبارح، جائزه الهداف وجائزة أكتر لاعب صانع الأهداف في البريمير ليج بصناعة 13 هدف. دي إنجازات بتضاف لتاريخ الأرقام القياسية اللي صنعها محمد صلاح مع ليفربول يا جمان. صحيح، يعني يا شازي، الحقيقة محمد صلاح أو مو صلاح زي ما دايماً بيطلق عليه بره، هو دلوقتي بقى أيقونة وعلامة مصرية عالمية بكل تأكيد. كلنا فخورين بيه، وإحنا الحقيقة يمكن محظوظين إن عندنا شخصية وعندنا نموذج زي صلاح، لأنه اللي وصل ليه ده الحقيقة مش صدفة، دي رحلة صعود، أهداف وأحلام محمد صلاح كان حاططها لنفسه وبيشتغل عليها بكل تعب وجهد. يعني يمكن لو بصينا كده لرحلة صعود محمد صلاح من أول مكان في الجريك، من أول ما ابتدى يلعب في المقاولين لبازل لتشيلسي في روما وفيورنتينا وبعدين ليفربول، رحلة صعود وتعب وجهد كبير جدا، نظام زي ما بيطلق عليه بره كده ديسيبلين، في نظام ماشيين عليه، في تصميم، في هدف حاطينه. يمكن عشان كده فعلا ربنا بيكافئه على تعبه. شفناه امبارح كمان رغم انه ليفربول خسر لقب الدوري، لكن صلاح كان متواجد على ارض الملعب وقدر ان هو يسجل هدف، واحتفل كمان مع زوجته وبناته مكه وكيان بالجائزتين اللي فاز بيهم امبارح. يمكن شاذلي محمد صلاح في نماذج كتير جدا شفناها احترفت بره لكن ما قدرتش تكمل وما قدرتش تستمر بنفس المستوى. صحيح، وانت بتتكلمي عن احتفاله باسرته، يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا شفنا كيان لسه ما خدتش على اجواء الاحتفالات زي مكه زمان. زي مكه في البدايه فعلا، لكن حقهم طبعا هم يفخروا بمحمد صلاح. محمد صلاح زي ما جمانه كانت بتتكلم قصه صعود في فتره قليله جدا من المقاولين لليفربول، حقق ارقام قياسيه ما حدش حققها قبل كده، وما حدش قدر يستمر على هذا النجاح، وربنا وفقه لسه قدامه مشوار طويل. صلاح بقى اسمه مقترن بالفرحه والسعاده والبهجه عندنا كمصريين، لمجرد ما نشوف صورته بس او نشوف انجازاته على طول بنفرح. كفايه انه في المواسم الخمسه اللي كان موجود فيهم محمد صلاح مع ليفربول حقق انجازات كتيره جدا، مش ممكن ان حد يتخيل انه في الوقت الصغير ده يقدر يحقق كل هذه الارقام. صلاح هو هداف اكبر دوري في العالم 3 مرات، فاز قبل كده بالدوري الانجليزي اللي كان غايب ل 30 سنه عن النادي، فاز كمان بلقب دوري ابطال اوروبا وكمان بكاس العالم للانديه. يعني ما شاء الله، مش عايزين نحسده، بس كمان السنه دي صلاح قدر انه يحقق مع ليفربول كاس رابطه وكاس الاتحاد الانجليزي، وان شاء الله كمان نبارك له يوم السبت اللي جاي على اللقب الثاني ليه في دوري ابطال اوروبا. دايما يا رب كده محمد صلاح يفضل يفرحنا ونفضل فخورين بيه وبنجاحه، دايما يستمر على نفس المستوى واعلى واعلى واعلى. وكفايه الحقيقه ان هو محمد صلاح قدر ان هو يكون نموذج حقيقي للشباب، ان كان في مصر ان كان حتى نموذج للمصريين بره، وقدر ان هو ينقل صوره مشرفه عن بلده بره. كل الناس دلوقتي بقى بتتكلم عن محمد صلاح قد ايه هو نموذج، وقد ايه يمكن في ناس كانت مهتمه واهتمت تعرف اكتر عن مصر يا شاذلي بسبب وجود محمد صلاح. صحيح، هو سفير بالزبط لمصر باخلاقه وبادبه وبنجاحه وباجتهاده في الملعب طول فترة وجوده في الدوريات في الخارج، وهو تجربة يجب أن تدرس في كل المجالات. صحيح، كل واحد فينا كده يحط محمد صلاح قدامه كنموذج يا جمانة. صحيح، في مجال عمله، كل واحد في مجال عمله يحط محمد صلاح ويشوف قصة صعوده عاملة إزاي. بالظبط. على أي حال بنصبح على حضراتكم، بنبدأ معاكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.